انت عشت الاجواء الانتخابيه في اكتر من مره، طبعا. المره دي مختلفه مظبوط؟ المره دي مختلف، بقول لك احنا دخلت في انتخابات 2017 رئاسه و2022، دخلت مرتين ومرات سريعه، كان العلاقه بينه وبين اعضاء الجمعيه النظر بالعين بس. بس، لان كان اللي بيسلم عليا كان بيتوقف، يعني لسه من احد المعدين هنا من عند حضرتك، لسه كان لسه شاب يعني، من الناس اللي صورت معايا كان وقت واقف على طول محمد يعني. خيري زميلنا ليه بس جول؟ خلاص عادي مشكلة. لا عادي. 2022 بالعين برضو بقيت اسلم عليهم. كنت بحس في الانتخابات يعني، في انتخابات 2017 كان متسلط عليا كاميرا، كل اللي سلم عليا ودخل سلم بجد عليا، انا بتكلم حقائق يعني، تاريخ موجود يعني، يعني تاريخ موجود. اقول لك حاجه واحده برضه بالنسبه للانتخابات، بعد نهايه العرس الانتخابي عهد مني انا شخصيا هيكون في حاله مميزه عن مداره من 2015 حتى هذه اللحظه. لازم الناس تعرف الكواليس والاسرار اللي حصلت السنين اللي فاتت دي كلها. طبعا استاذه ميرفت المرشحه برضه على منصب الرئاسه، كابتن فاروق علاقتنا بيه كويسه، علاقته بالكابتن حسين لبيب كويسه، كل الناس العلاقه كويسه موجوده دي. مصطفى بجد خالد يا جماعة، مرشح، بجد أجواء مختلفة وأجواء مصطفى طبعا رائعة. مرشح مش معانا في القائمة، عبد الله جورج كنا قاعدين مع بعض أول امبارح، كنا في فرع عند مصطفى عبد الخالق، أنا وكابتن هشام نصر وهاني شكري ومحمد طارق، كل القائمة كانت موجودة، ومع مصطفى مع عبد الله الحسيني سمير كذلك، سامح سوني متصور مع المجموعة. الصورة دي طبعا مميزة، دي مهمة قوي، لأن الناس كلها بتتكلم على التنافس على منصب طبعًا. النائب، إن هو طبعًا. التنافس على قمة أشد كبيرة طبعا جدا، طبعا. كابتن شام نصر تاريخ في كرة اليد على المستوى المحلي والدولي والأفريقي، هاني شكري، هاني العتال من الناس الواعده بقالها سنين كتير جدا، راجل متواصل يمكن بقاله بتاع 7 8 سنين، المندوب وادي حسين حسين السيد برضو، الدكتور حسام المندوب ومحمد طارق، مجموعه متميزه في القائمه، بتتنوع القائمه كلها بين الشباب وبين الاداره الرياضيه وبين استاذ عمرو ادهم، استاذ عمرو ادهم طبعا حاجه متميزه، شخص محترم جدا، رامي ابراهيم، رامي ابراهيم على الشمال، نير الاحمر بقى العروسه الصغيره بتاعتنا. فالحمد لله القائمه بتضم ناس متميزه جدا، والحمد لله كانت جوله، وشاف الترحيب ده ما كانش موجود في نادي الزمالك، ما كانش موجود اصلا. هقول لك ما انا بحكي لك، احنا بقى لنا دخلنا مرتين، مرتين 2019، المره دي دخلت لغايه دلوقتي من يوم المجلس ما استاهل 9 7 مرات والله، اقسم بالله. طبعا الحب كنت بشوفه، لما ارى كميه هذه الحب من الناس، من السيدات قبل والاولاد، وفي صور موجوده من الاولاد واستقبال الاولاد الصغيرين، الستات كلها وناس بتسنيك على قرارك اللي انت تنازلت، وناس زعلانه اللي انت مش موجود، وطبعا ليهم العذر طبعا حقهم. هنتكلم في النقطه دي دلوقتي لان مهمه، لما اتوقع الصراحه بامانه كميه هذا الحب والحمد لله، حاسس ان التعب اللي احنا تعبناه السنين اللي فاتت والوفاه اللي وقفناها والتحمل اللي احنا تحملناه من تراشق واتهامات بكل انواع غير صحيحه، حب الناس ده، فده كفايه من عند ربنا عوضك عن عانيته خلال 7 سنين، لم تظهر ضعفك ولم تظهر المشاكل اللي انت تعرضتها، لا كنت صامد واقف على رجلك. اي حد ما تعرض له طول 7 سنين في المستوى العمل العام او المستوى الخاص او العلاقات بينه وبين الناس فوقكم مستوى البشر، لو انت ما كنتش واقف وقتك على رجلك، او انت ما كنتش واثق من نفسك ومن حياتك العامه العمليه، وواثق من اسرتك واهلك، ما كنتش الحمد لله وصلت لهذا الحب، ما كانش حد لغايه دلوقتي يقدر يغلب عليك ويقدر يوديك في حته تانية. لكن الحمد لله الوقفه اللي وقفناها السنين اللي فاتت كلها، الواحد حس بتعبها بعد ما التقينا مع الناس في اعضاء الجمعيه ومن الجماهير على مستوى الجماهير الزملكاويه.